وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقى لنا في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. ويستفاد من ذلك أن الدعوة إلى الله عز وجل لا تنحصر في دار المقام، وإنما هي في كل حال من أحوال المسلم، سواء كان في سفر أم كان في حضر.